مهما كان خلاف بينك وبين انسان، سواء كان خلاف
والطرف الثاني بعيد عنك، لا علاقة له بك، قد يكون من دين آخر أو طائفة أخرى أو شعب آخر، مش مهم. ورأيت أن أخاك ظالم له فيجب أن تمتص له من أخيك. هيك الإسلام. لا يوجد اعتبار آخر. مش مهم يعني يجي تقول لي والله يا أخي مكافرة. والله مش من ديننا، ندعس عدالة، مش ممنوع حرام. الظلم ليس له ألوان، الظلم واحد. الظلم لون واحد. الله يبغضه ويحرمه. لا يحق لك أن تظلم أيا كان ولو عدوك. الله عز وجل ماذا يقول؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم في البر أرقى درجات الإحسان. مش بس وتبسطوا إليهم كنوا عادلين معهم. ليه؟ إن الله يحب المقسطين. المقسط والعادل. شو الفرق بين المقسط والقاسط؟ عكس بعض. مقسط على وزن مفعل، قاسط على وزن فاعل. القاسط هو الظالم، المقسط هو العادل. لأنه في سورة الجن قال إن من القاسطون ومنا دون ذلك كنا طرائق قيدة. فالقاسط هو الظالم، المقسط هو العادل. فإن الله يحب المقسطين مش القاسطين. فكن مقسطا ولا تكن ايش؟ قاسطا. في ظل هذه الايام العشرة وما يدور طبعا ايها الاخوة في غزة من حرب، من اعتداء، من سفك دم، من تدمير، من تقتيل، لا شك ان اي انسان في قلبه ذرة انسانية تمش ما يرى نفسه وتشمئز وتستنكر ويقشعر بدن كل انسان، مش من اي انسان دائما كان. لكن يا ايها الاخوه في المقابل يجب ان لا نكون اغبياء، ويجب ان تدخل الى ذواتنا فلسفه حب الحياه مش فلسفه حب الموت. يعني انا استهجن عن جد واستغرب لما مثلا ياتي رجل او امراه تقول ابني مات عندي سبعه راح واحد بدي اضحي بالست اللي ضل. ليه؟ يعني هذه الصوره التي نعطيها للعالم كاننا شعب او امه تربت على حب القتل وحب الموت شرف بالحياه. يعني سيدنا عمر يقول لا تتمنوا لقاء العدو، ما تتمنوا الحرب او القتل، ولكن اذا فرض عليكم فاثبتوا. شوف المؤمن يحب الحياه. اصلا الله عز وجل خلق هذا الانسان فقط من اجل ان يموت. انا بنظري صرت ناقض. يعني من عشان لا نكون متناقضا طبعا، لكن هذا مفهوم البشر الخاصه اللي فاهم الدين خطا. يعني مشروع شهاده، ليش مشروع؟ ليش ما تقولش انت مشروع تعمير للجو؟ لكن اذا قدر لك ان تموت فمت. لا تستطيع ان تدفع عن نفسك الموت لما حدث، لان الموت سيبرز اليك ولو كنت في برج برجك العاشق. لكن لا تسعى له. لا تبحث عن الموت، ابحث عن الحياه. ديننا دين حياه مش دين موت. صليت على النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما يكون قرار مصيري فيه عذابات أمهات وفيه عذابات أرامل وفيه تدمير وفيه تقتيل وفيه، يجب أن يكون هذا القرار مستمدا من الأمة، لا من فئة ولا من حزب ولا من حركة ولا من كائن من كان. يقرر لك مصيرك. لما؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو يوحى إليه في كل كبيرة وصغيرة تتعلق بمصير الأمة. يعني يا جماعة الصحابة أشيروا عليهم، شو رأيكم؟ شيء؟ سيدنا عمر في زمن خلافته في كل كبيرة وصغيرة كان عميل على الصحابة جميعا وبالذات مين؟ سامحوني سيدنا علي. يعني علي وكثير كانوا يقول لولا أبو الحسن لهلك عمر. يعني لولا علي كان في الفترة. وكان يقول بئس المقام بأرض ليس فيها
من أجل ماذا؟ من أجل أن تقول نحن مشروع شهادة؟ لا يا سيدي. بس يا سيدي الشيخ مو من اعتدى عليه، مش وراح عليه. مش موضوعنا، مش موضوعنا. هو بشكل عام أنا بحكي عنك. الاعتداء هنا احنا ضد الاعتداء، والله لا يحبوا المعتدين، لكن نحن كمسلمين لا نحكي عن مشكلة، احنا مما نشأت الخلافة وسقطت، ونحن عندنا اعتقاد خاطئ انه نحن يعني ماذا تبرر انت انسان يدخل الى مسجد فيه 1000 مصلي وفجر نفسه ويعتقد انه شهيد؟ لا نقول عليه صلى الله عليه وسلم. من الذي مش بس غيره؟ في سوريا، في مصر، في العراق صار يقتل الانسان على طائفته على دينه. نحن ضد القتل في كل انواعه، لا يحق لي ولا لك ان تقتل انسانا كافرا حر. الدليل شيئا. يقول لكم وعسى ان تحبوا شيئا
بنمي عند المسلم حب الموت وكراهية الحياة. مع ان الدين جاء لاجل الحياة، في ضربات، في تشريعات، في قوانين، في حالات، في حرام، نظم الحياة كبلد اصلا ابتداء خلقت لتموت الموت. ليش حرم الاسلام الانتحار؟ حتى بعض الفقهاء قالوا قد لا يدخل الجنة الموت، قد لا يصلى عليه ولا يكفن ولا ويدفن في مقابر تسمى مقابر الفساق. ليه؟ لانه لم يقدس الحياة. لم يقدس الحياة. نسأل الله عز وجل أن يرحم إخواننا وشهداءنا ويعقل قادتنا ويجمع الأمة على الحق المبين، وأن يعم السلام على الربوع، مش بس البلاد، كل الكوكب الأرض، لأنه لا أمان ولا صلاة ولا خشوع من غير سلام. الذي سيبحث عن أمن لن يتوفر له الأمن إلا بالسلام. والله لا يحب المعتدين. ونحن كأمة نصلي ونشفق على إخواننا في غزة وفي كل مكان، يعني في غزة نشفق عليهم، يعني في سوريا مات الآلاف لا نشفق عليهم، في العراق مات الملايين لا نشفق عليهم. مسموح المسلم يموت في سيف المسلم وممنوع يموت في سيف المسلم. الموت واحد والاعتداء واحد وسفك الدم واحد.